أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام. أتمنى من القدير أن تكونوا في أفضل حال. جدول العلاوات الخمسة لكل أصحاب المعاشات، ومن هم المستحقين، وكيفية حساب العلاوات الخمسة والأثر الرجعي. أهلا وسهلا بكم مرة تانية. قبل ما أبدأ، ياريت لو حضرتك أول مرة تشرفنا في القناة، اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد. اللي خرج في 1/7/2006 كانت العلاوة 10%، وكانت قيمة العلاوة بالجنيه كانت 150 جنيه، و80% من العلاوات 1020 جنيه، وقيمة العلاوات الخمسة كانت 1020 جنيه، و80% من العلاوات 816 جنيه. واللي خرج في 1/7/2007 كانت العلاوة 15%، وكانت قيمة العلاوات بالجنيه 165 جنيه، قيمة العلاوات الخمسة كانوا 985 جنيه، 80% من العلاوات أصبحوا 788 جنيه. واللي خرج في 2008 كانت العلاوة اللي خرج في 1/7/2008 كانت العلاوة 30%، قيمة العلاوة بالجنيه 295 جنيه، قيمة العلاوات الخمسة 1070، 80% من العلاوات الخمسة 856 جنيه. طيب، اللي خرج في 1/7/2009 كانت العلاوة 10%، وكانت قيمة العلاوة بالجنيه 305، وكانت قيمة العلاوات الخمسة 1155 جنيه، و80% من قيمة العلاوات يساوي 924 جنيه. طيب، اللي خرج في 1/7/2010 كانت العلاوة 10%، كانت قيمة العلاوات بالجنيه 315 جنيه، كانت قيمة العلاوات الخمسة جمعهم 1230 جنيه، 80% من قيمة العلاوات الخمسة يساوي 984 جنيه. أما بخصوص اللي خرج 1/7/2011 فكانت قيمة العلاوة كانت نسبة العلاوة 15%، وكانت قيمة العلاوة بالجنيه 330 جنيه، وكانت قيمة العلاوات الخمسة 1410، وكانت 80% من قيمة العلاوات 1128 جنيه. اللي خرج 1/7/2012 كانت قيمة العلاوة نسبتها 15%، كانت قيمة العلاوة 345 جنيه، كان مجموع الخمسة علاوات 1590 جنيه، 80% من الخمسة علاوات كان بيساوي 1272 جنيه. اللي خرج في 1/7/2013 كانت نسبة العلاوة 10%، كانت قيمة العلاوة بالجنيه 360 جنيه، كانت قيمة العلاوات الخمسة 1655 جنيه، كان 80% من قيمة العلاوات وهو ما يساوي 1324 جنيه. كمان اللي خرج في 1/7/2002 و1/7/2003 و2004 و2005 الناس دي ملهاش علاوات، ملهاش أحقية في العلاوات الخمسة نهائي. الجدول هنا بيوضح قيمة العلاوات، لكن بالفعل العلاوات دي انصرفت، لكن من أول 2006 ده ما انصرفش، آخرنا كان 2005. طيب، هقول لحضراتكم
اللي مين هم المستحقين العلاوات الخمسة؟ المستحقين العلاوات الخمسة من 1/7/2006 ل 1/7/2007 لعلاوة، ومن 1/7/2007 ل 1/7/2008 لعلاوتين، ومن 1/7/2008 لغاية 1/7/2009 ل3 علاوات، ومن 1/9/2000 من 1/7/2009 لغاية 1/7/2010 ل4 علاوات، ومن 2010 إلى وقتنا هذا 5 علاوات. أما بخصوص الأثر الرجعي فأنا سايب ليكم فيديو، هسيب لكم رابط أسفل الفيديو فيه شرح كيفية حساب العلاوات الخمسة والأثر الرجعي الذي ينتهي وأقصى حد ليه 9600 جنيه. كمان عايز أنوه على حاجة صغيرة، الجدول ده ربما تكون فيه أرقام خطأ، بمعنى كل الأرقام الموجودة بالفيديو استرشادية فقط وتتفاوت من شخص إلى آخر، يضاف إلى حساب العلاوات ما يترتب عليه من أثر السنوات الماضية. سوف تصدر وزارة الضمان القواعد المنظمة للصرف والمستحقين بعد دراسة حيثيات الحكم، ونحن في انتظار ذلك. إن لم تطلب أي جهة تقديم أوراق حتى يستغل أي شخص الموقف، وزيرة التضامن أكدت على أنها تحترم أحكام القضاء، وإن الحيثيات ستصل الوزارة خلال شهر لدراستها. الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قال إن الجميع يحترم أحكام القضاء والدستور، وإن الحكم سيطبق بعد دراسته. وكمان علاوة 2014 منحت بقرار من المستشار عدلي منصور، ونص القرار إنها لا تضم إلى الأساسي. وكمان علاوة 2015 منحت بقرار من الرئيس السيسي، ونص القرار إنها لا تضم إلى الأساسي. ومن 2016 حتى 2018 بالنسبة للخاضعين للخدمة المدنية ضمت لهم كل العلاوات إلى الأساسي، أما غير الخاضعين فضمت العلاوات الثلاثة إلى الأساسي مباشرة مع ضم علاوة من الخمسة. وما تبقى الآن إلى علاوة 2014 و2015 ولم يحدد مصيرهم هذا العام. بخصوص من أول 1987 من أول 1987 العلاوات كانت يعني 1/7/1987 كانت قيمة العلاوات الخمسة 20 جنيه، وكانت 80% منها 16، وفي 88 كان 55 جنيه والقيمة منها 44، وفي 89 كانت 50 جنيه والقيمة كلها القيمة 80% كانت 84 جنيه، وكانت في 90 80% منهم 136 جنيه، وفي 91 كان 200 جنيه، وفي 92 كان 264 جنيه، وفي 93 كان 324 جنيه، وفي 94 كان 380 جنيه، وفي 95 كان 432 جنيه، وفي 96 كان 400 وفي 6 عفوا 95 كان 432 جنيه، وفي 96 كان 480 جنيه، وفي 97 كان 520 جنيه، وفي 98 كان 560 جنيه، وفي 99 كان 600 جنيه، وفي 2000 640 جنيه، وفي 2001 كان 680 جنيه 80% من قيمة العلاوات. الأرقام اللي أنا بقولها دي 80% من قيمة العلاوات، وفي 2002 كانت 720 جنيه، وفي 2003 كانت 760 جنيه، وفي 2004 كانت 880 جنيه، وفي 2005 كانت 848 جنيه، وفي 2006 وهنا بداية العلاوات بتبدأ من 816 جنيه حتى 1324 جنيه. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة. لو أي حد عنده أي سؤال يفضل يكتبه في الكومنتات أسفل الفيديو وأنا هرد عليكم.
ولو لقيت الأسئلة كتيرة هعمل فيديو بس مباشر مخصوص وأرد على جميع الأسئلة بتاعت حضراتكم. شكرا ليكم على حسن المتابعة، أتمنى إنكم تكونوا استفدتم من الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير والكومنت والاشتراك بالقناة، وإلى اللقاء.